السلام عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا على ابواب ان شاء الله كده الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. كل سنه وانتم كلكم طيبين باذن الله، وربنا يحقق لكم امانيكم ان شاء الله. وما ننساش الدعاء والاستغفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وتوب علينا، اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والوباء يا رب، اللهم احفظ بلادنا واولادنا. ان شاء الله يا رب يكون الشهر الكريم باذن الله كده يجي علينا، وتكون بلادنا في احسن حال ان شاء الله، يكون ربنا رفع عننا البلاء وربنا يحفظ بلادنا واولادنا. النهارده هنعمل مع بعض اللبن المكثف، تحفه في منتهى الجمال، رائع رائع زي ما حضراتكم كده شايفين، سلس جدا وانسيابي وبسيط، جميل قوي قوي. طريقته كمان بسيطه قوي ومقاديره جميله، وان شاء الله كده تكون يعني بسيطه على حضراتكم. المكون قدام حضراتكم ما فيهوش اي حاجه وتبين ان هو بيتي اصلا، يعني هو واضح ان هو زي الجاهز بالظبط، قوام ولون وكمان ريحته في منتهى الجمال وطعمه تحفه. مش هطول على حضراتكم لان الفيديو بسيط ومش محتاج وقت كتير. هيدخل معانا طبعا ان شاء الله اللبن المكثف في حلويات كتير ان شاء الله، تكون كده هنعملها مع بعض في الفتره اللي جايه باذن الله. يلا بينا على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. مقاديري بالنسبه للبن المكثف بسيطه جدا، يعني هي ممكن كده احفظها سريعا بطريقه لطيفه وظريفه جدا. معايا معلقه، معايا نص، واحد واحد، تمام، معلقة نص، واحد واحد، بمعنى معايا معلقة من الزبدة، هي يفضل انها تكون معلقة يعني مش كبيرة ومش صغيرة، معلقة متوسطة، تمام، معلقة متوسطة من الزبدة. معايا نص كوباية من المية المغلية، لو حضراتكم شايفين معايا المية بيخرج منها البخار، مية مغلية. معايا نص كوباية من المية المغلية، هي نفس الكوباية اللي هعاير بيها اللبن البودر بتاعي، كوباية من اللبن البودر او مج صغير من اللبن البودر. معايا كمان كوباية من اللبن او مج صغير من سوري من السكر البودر، تمام. يبقى نفس المج هعاير بيه للتلات مخايل اللي عندي، نص مج او نص، يعني هو نفس العيار هستخدمه، نص منه للمية المغلية، المقدار كامل من اللبن البودر، المقدار كامل برضو من السكر البودر. كل ده هحطه ان شاء الله في درق الخلاط او في الكبة بتاعتي، هضربه كويس جدا جدا. بعد كده هنرجع مع بعض بعد ما نضربه ونشوف شكله النهائي معانا ايه، عشان بعد كده في خطوة مهمة جدا. ودلوقتي ضربته في الدرق بتاع الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل المقدار بتاعي كده كله في كسرولة او في طاسة. هبدأ بقى اروح عند البوتاجاز، هنشوف هنعمل ايه عند البوتاجاز. يلا بينا. المقدار بتاعي على عين البوتاجاز، وهخليه اصغر، هنا هستخدم اصغر عين في البوتاجاز، وتكون كمان يعني وانا مولعاها اخليها شمعة، يعني حاجة اقل كمان من المتوسط، حاجة اخليها اقل من المتوسط، هاكل اخليها حاجة هادية جدا جدا شمعة، تمام. طبعا وانا حطاها هبدأ اقلب اقلب، هفضل اقلب كده واحدة واحدة على نار هادية جدا. وهسيب الموضوع معايا كده كام دقيقة لغاية ما يبدأ يغلي، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ناخد بالنا ان هو بدأ يغلي ويعمل فقاعات من الجناب، هبدأ اخد الجناب كمان معايا واحدة واحدة، هنلاقي قوامه بدأ يتقل شوية معايا، نار هادية جدا، لان لو عليت النار يعني هو مكوناته رقيقة جدا جدا وحساسة جدا، اقل درجة حرارة عالية زيادة عن اللزوم ممكن تحرقه معايا، علشان كده انا بفضل ان انا اقلب على نار هادية جدا. هنلاحظ ان خلاص الخليط بتاعنا تقل معانا وغلى، خلاص هي انا محتاجه بس غلوه او اتنين بالكتير. يلا بينا بقى بعد كده نشوف الخطوه اللي جايه. ودلوقتي هبدا بقى ان انا افضيه. بسم الله الرحيم. في بوله او في برطمان يكون معقم، لو ناخد بالنا يعني بصوا حضراتكم هو اتقل ما كنت ضربه في الخلاط، وكل ما هيبرد معايا كل ما هيتقل ويركز اكتر، وكمان لو دخلته الثلاجه هيتقل ويركز اكتر واكتر. المفروض بقى ان انا بعد كده هشيله برطمان معقم. احنا عرفنا طريقة التعقيم قبل كده بتاعت البرطمانات ازاي، كنت عملتها لكم في فيديو عمل صلصة الطماطم،
تخزين الطماطم، ان شاء الله بقى ارسل لكم اللينك بتاعها باذن الله في صندوق الوصف. وهو ده اللبن المكثف بتاعنا، جميل جدا ورائع جدا. هو لسه سخن، يبرد شويه بس وقوامه هيتقل اكتر من كده باذن الله. وده قوام اللبن المكثف بتاعنا بعد ما دخلته التلاجة، قعد في حدود نص ساعة، وكمان كل ما يقعد اكتر كل ما هيتقل ويركز اكتر. عقمته لما غليته على النار. طريقة التحضير بتاعته كانت سهلة وبسيطة، المقادير كمان في منتهى الجمال، بسيطة جدا وسهلة جدا، ممكن اضعفها او ممكن اعمل نصها، يعني في متناول الجميع ان شاء الله. يعني المقادير مرنة جدا معايا، ان شاء الله هنعمل منه صوصات جميلة جدا باذن الله مع بعض. بس احنا خدنا البيز او الاساس بتاع الصوصات، ان شاء الله اللي هنعملها مع بعض. اتمنى اكون ضيفه عليكم، اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم. اللي شاف الفيديو بتاعي وعجبه يا ريت يعمل لي لايك ويعمل شير علشان اكبر عدد من الناس تشوفه. كمان لو ما كانش منورني في القناه يا ريت يعمل سبسكرايب عشان ينورني فيها. ولو ما كانش مفعل الجرس يا ريت يضغط على زر الجرس علشان يفعله ويوصله كل جديد من فيديوهاتي باذن الله. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.